الكويت تفقد أحد رموز العمل البرلماني وعضو المجلس التأسيسي، تشيع عباس المناور إلى مثواه الأخير. آلاف البحرينيين يشاركون في تشييع جثامين شهداء زوار الإمام الحسين الذين سقطوا على طريق العبدلي، وسفير الكويتي يشارك في التشييع. تفجير عبوة ناسفة في حافلة لزوار لبنانيين في دمشق على واقع تصاعد التنسيق بين الكيان الصهيوني والجماعات المسلحة في جبهتي حوران والقنيطرة. العبادي والسيد الحكيم يؤكدان على أهمية التواصل بين الأديان والمذاهب لتحقيق الوئام بين الشعوب في ظل تصاعد التطرف والتشدد.